أحب الرسم واتخذه طريقاً يسير عليه ويرى في الرسم سبباً من أسباب السعادة. إنه الفنان والرسام علاء روبل، وجه المدينة لهذه الحلقة. علاء روبل فنان تشكيلي استهواه منذ الطفولة فن الجداريات، فقرر أهله إلحاقه بمعهد الفنون الجميلة في مدينة عدن، وفيه احترف الرسم والفن معاً. كانوا أخواني كلهم يعني فنانين رسامين، بس أنا أكثر واحد حاولت أستمر بهذا الشيء. فاكتشفت يوم يعني كان دائما تشجعنا وتودينا دائما المشاركات الفنية هذه، وتخليني أدخل مع المشاركات اللي في تحصل في المدارس. ولما في الإعدادية برضو سووا مسابقة واستوت بين جميع المدارس اللي في عدن، وعملوا أفضل رسام دخل ما بين الثانوية وبين الإعدادية. فأنا طلعت المركز الأول، رسمت رسم الأم والطفل. وبعدين اللجنة اللي عملت نحن قالت هذا لازم يروح مع هذا الفنون الجميلة. كانت بداياته الحقيقية مع مسرحية هس الكلام سر، ومن ثم بدأ في الرسم على الجدران، فترجم عبرها عن مشاعره وأحاسيسه بجدارية شكلت بالنسبة لكثيرين أعمالا فنية رائعة. أول ما بدأت رسم الجدار بدأت في مسرحية اسمها هس الكلام سر للمخرج أحمد اليافعي، وكان في عندي فكان في إقبال إنه أنا بطور للرسم الجرافيتي. بدأت أرسم مبادرات وأدخل مع عدة مبادرات برسم الوجاه ورسم الجدران. شاركت بفعالية البيت العدني الثقافي، كان أول معرض شخصي، وطبعا هذا المعرض خلال يومين رسمت 10 لوحات. كان شوية ضغط عندي لأنه فاجأوني أنه يوم الثلاث أنه اليوم المعرض بيكون يوم الجمعة المعرض حقي. متأثرا بالثقافات الأخرى، يحاول علاء الربط بين الشعوب ومعاناتها، ويحاول أن يبحر في عالم الألوان التي تعتمد على حالة المشاعر التي تنتابه من خلال الحزن أو الفرح وغيرها من الأحاسيس. تتزاحم المواهب عند علاء، فمن الرسم على الجداريات إلى عمل الميك أب والماسكات وتصميم الأزياء. وعلى الرغم من قلة الإمكانيات، إلا أن ذلك لم يقف عائقاً أمام طموحه نحو التميز. بدأت الميك أب، شفت أنه بدأ السينما بعدين ينهض، شفت أنه ما شاء الله المصورين والمخرجين بدأوا شوية يبدعوا، شفت عندهم أفكار حلوة جداً، في عندهم افكار ما فيش منفذين انهم ينفذوا مثل هذا الميك اب والاقنعه هذه. فكرت ان انا اعمل ذا الشيء بحكم ان انا فنان تشكيلي. اجت الفكره وانا في الشارع ذيك الساعه، روحت البيت ثاني عملت بدات بفكره اليد. كانوا يضحكوا علي يعني ايش الهباله يقولوا لي. لاقت كثير يعني كثير مشجعين ومؤيدين معي، وفي انتقادات وكذا بحكم ان هذا شيء جديد. ففي البعض طبعا حذفنا من الفيس لما كنت انزل، فبدات كل يوم يعني انزل. طبعا الامكانيات اللي معي طبعا مش امكانيات الميك اب ابدا، ده شيء انا اخترعته من نفسي لانه الامكانيات اللي هنا مش موجوده ابدا. الانتقاد بدفتيه بالنسبه لعلاء روبل دافع نحو الابداع، وليس ثمة ما يحول بينه وبين الفن الذي يحبه ويسعى جاهدا لايصاله الى الناس، غير أن الظروف السياسية والأمنية التي عصفت بالبلاد حالت بينه وبين ما يريد. الاهتمام والرعاية هو ما يحتاجه علاء روبل ليتمكن أكثر في المضي نحو عالمه الفني بما يمتلك من أحاسيس ورغبة جادة في جعل الحياة أجمل.